الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري، في اللقاء 69 بعد 300، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. في الباب حديث واحد، هو 34 بعد 400، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يده في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث، يخبرنا أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أي لا يبالغ، وكان يرفع يديه في الدعاء لكن لا يبالغ، إلا طبعا على المنبر عندما كان يدعو كان يشير بأصبعه، هذه اللي بنسميها المشيرة، لا إله إلا الله، والعرب يسميها قديما السبابة لأنهم كان يسب بعضهم بعضا بهذه الطريقة. طيب، المشيرة. لكن في الاستسقاء كان يبالغ في رفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. وليس المراد لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء نفي الرفع في الأديان الأخرى، لا، لأنه ثابت في الأحاديث الصحيحة، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، أي يرفع يديه في دعاء الاستسقاء غالبا حتى يظهر بياض التي تحت إبطه. معنى كده لأنه كان بيلبس الرداء وإزار مثل لبس الحج كده، زي الإحرام لبسهم، فيرفع يديه هكذا صلى الله عليه وسلم. استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء المبالغة فيه أكثر من الأدعية، أكثر من أي أدعية أخرى، يبالغ في رفع اليدين، يبالغ في رفع يديه. طيب، هذا هو المستفاد من ذلك الحديث. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.